تواصلت فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، مع توسع إلى ما يقرب الضعف في عدد المنافذ المشاركة. يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت رعاية السيد الرئيس. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت الوزارة فعالياتها لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر بمناسبة بداية عام دراسي جديد، لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. عايزة أشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها دي، لأن الصراحة الأسعار بتفرق معنا كتير. المبادرة شيء جميل جدا، وأكتر حاجة عجبتني إنها موجودة في أماكن كتير قريبة من البيت. المبادرة بتكاد تكون موجودة طول السنة، الأسعار بتبقى أرخص من الأماكن اللي بره بكتير، وده شيء بيحسسنا إن الرئيس معانا وشايفنا كلنا. عاوز أشكر سيادة الرئيس، بصراحة حاجة جميلة فعلا، في فرق كبير في الأسعار. شريت حاجات كتيرة رخيصة أرخص من بره، وبشكر الرئيس على المبادرة كلنا واحد. بنشكر سيادة الرئيس على توفير المبادرات في كل مكان قريبة علينا، وإن أسعار حاجة المدارس كويسة جدا، وأسعار السلع كويسة الحمد لله، ورخيصة عن بره بكتير يعني. مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع في هذه المرحلة من المبادرة، حيث تضاعف عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفذاً وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضاً فرعياً بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. وفرة كبيرة من المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية وبجودة عالية، وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة واحتياجاتهم المتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية، وإشادة كبيرة منهم بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد. بنوفر كل الأدوات الكتابية والمكتبية سواء من تصنيعنا أو تجارتنا بأسعار مخفضة جدا، عشان خاطر نساهم في جزء بسيط جدا من المبادرة بتاعة السيد الرئيس. مبادرة كلنا واحد كويسة جدا، حلوة وأسعارها حلوة. أحب أقول للرئيس السيسي بجد ربنا يبارك فيه وعلى مجهوداته معانا وعلى المبادرة الجميلة دي. كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة الجميلة دي، إن هي موجودة طول السنة، وإن هي بتساعدنا كتير طبعا في تخفيض الأسعار، وإن هي بتوفر شوية علينا. مبادرة كلنا واحد دي جميلة وحلوة، وفيها حاجات رخيصة زي الرز زي السكر الحاجات يعني الزيت. نشكر فخامته على المبادرة الرائعة دي، ان هو قدر يوفر ويحس بالشعب المصري، واحنا معاك يا رئيس والف شكر ليه. كما تستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات، وموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق دورها الاجتماعي والإنساني. تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما بدا واضحا من خلال استمرارية فعاليات المبادرة ومد فعالياتها باستمرار من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق التكافل الاجتماعي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.